سلام للسلام، سلام للمدهوش، سلام. طيب حفلنا الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، نتحرك في هذه اللحظة مع الشوط السابع في مجموع أشواطنا، والشوط أيضا يتميز بشعارات جميلة، خليط من الشعارات، خليط من السلالات تشاركنا في هذه الاندفاع. المركز الأول خوف حميد بن هاشم بن عبد الله الشامسي من يقدم لنا خوف بالمركز الأول، يلي على المركز الثاني سلطان بن طالب المبارك بالقوبع ويقدم شخصية. المركز الثالث أرى أيضا متعب راشد بن عبد الله بن محمد بالرفيعة. المركز الرابع الشكلة خليفة بن حمد بن سليم الاشتبي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، نتابع ما نتابع، نتابع مع الطيور الطائرة. الله طيرها 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 حميد بن هاشم عبد الله بن خاطر الشامسي، طير خوف، طير خوف، تخوف ولا تخاف، ولكن ياك بالقوبع، ياك ياك بالقوبع، مسكر مسكر، يعني مسكر ريس كامل، ريس كامل معطي. يلا تحمل يا بن هاشم، تحمل يا بن خاطر، تحمل، لأن الهجوم القادم لا محال ولا مجال. هاجم هجمة لا تنصد أو لا ترد، حرك يلا، طلع العصام الأبطال، طلع العصام الأبطال، يا راعي خوف، يا راعي خوف. حميد بن هاشم بن عبد الله بن خاطر الشامسي يقدم خوف، وخوف ما تخاف، ما تخاف، عندها حصانة، عندها دفاعات قوية، عندها دفاعات قوية، تقترب أيضا من التتويج، تقترب من التتويج. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، من البداية من البداية تقوم طفر وتنتهي طفر، كانها على لاضي ملالة، من البقايا تاخذ الأمر، تصوير تعليق وعبالة. هذه خذت الشوط، خذت الشوط من البداية، تقود الشوط راس، تقود الشوط راس من البداية. صباح الخير، صباح الناموس لحميد بن هاشم بن عبد الله بن خاطر الشامسي، نهني على فوز خوف بالمركز الأول. هذه لحظة وصوله إلى خط النهاية، تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني اللي هي متعبة راشد بن عبد الله بن حمد الرفيع، المركز الثالث السلطان بن طالب القوبع،